بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك دائما مع البرمجيات المتعلقة بالجيوجبرا اقترح عليكم هذه الحصة، هذه البرمجية. دونك هذه البرمجية المتعلقة بالحساب العددي بطبيعة الحال كما ترون هنا، لو كالكول دون سوم الجبريك. دونك هنا لدينا واحد المجموع جبري بطبيعة الحال، وسنقوم بحسابه او سنقوم بإنجاز هذا التعبير. دونك هذه البرمجية يمكن الاعتماد عليها اثناء تقديم درس خاص بالاعداد النسبية، وكذلك يمكن للتلميذ الاستفادة منها. دونك كيف سيستفيد منها؟ عن طريق التعلم الذاتي. هنا سنقوم بتوليد مجموعة من الأسئلة. دونك هذه الأسئلة يتم توليدها بطريقة عشوائية. دونك يكفي الضغط على هذا الزر هنا، دونك لكي نحصل على مجموع جبري آخر. دونك إن نوفيل سوم، دونك لاحظوا معي هنا، سأضغط مرة أخرى، سيتم إنشاء أو إنجاز أو إعطاء سؤال آخر. دونك المرحلة الثانية هي أننا سنقوم بتبسيط هذا التعبير. دونك سنقوم بوضع الأعداد السالبة جنبا إلى جنب، والأعداد الموجبة إلى جنبا إلى جنب كذلك، ثم في الأخير نحصل على النتيجة النهائية. دونك أولا سنقوم بالتبسيط. دونك سنقوم بإزالة الأقواس كما تلاحظون هنا. دونك 12 ناقص بين قوسين زائد 8 ستصبح 12 ناقص 8، ناقص بين قوسين زائد 2 ستصبح ناقص 2، ناقص زائد 2 كذلك ناقص 2، ثم زائد زائد 9 هي زائد 9. الآن نلاحظ أن هناك أعداد موجبة وأعداد سالبة. دونك سنقوم بوضع الأعداد السالبة جنبا إلى جنب. دونك عندنا ناقص 8 ناقص 2 تعطي ناقص 10، ثم ناقص 2 هي ناقص 12، والأعداد الموجبة لنوغ بوزيتيف دونك 12 زائد 6 هي 18، وبطبيعة الحال النتيجة النهائية ناقص 12 زائد 18 تساوي 6. سنقوم بتوليد سؤال آخر. دونك سنقوم بالحصول، نضغط هنا لكي نحصل على سؤال آخر. ناقص 3 بين قوسين هنا، ناقص بين قوسين زائد 7، ناقص بين قوسين زائد 5 إلى آخره. أولا سنقوم بتبسيط هذا التعبير. دونك سنقوم بإزالة الأقواس. دونك ناقص 3 هنا، ناقص بين قوسين زائد 7 هي ناقص 7، ناقص بين قوسين زائد 5 هي ناقص 5، ناقص بين قوسين زائد 4 هي ناقص 4، وناقص بين قوسين زائد 2 هي ناقص 2. دونك هذه الأعداد بطبيعة الحال مجموعها يعطي ناقص 21، وبالنسبة للأعداد الموجبة بطبيعة الحال هنا لدينا الصفر عدد موجب. دونك ناقص 21 زائد 0 هي ناقص 21. نأخذ مثال آخر، نحاول أنني نحصل على أعداد سالبة داخل الأقواس. مثلا هنا دونك لدينا 15 زائد بين قوسين زائد 6، ناقص بين قوسين ناقص 3، ناقص بين قوسين زائد 8، ثم ناقص بين قوسين ناقص 1. أولا سنقوم بإزالة الأقواس سامبليفي. دونك هنا 15 طبيعة الحال زائد زائد 6 هي مباشرة زائد 6، ناقص ناقص 3 يعني مقابل ناقص 3 أو زائد 3، مقابل زائد 8 أو ناقص 8، ومقابل ناقص 1 هو زائد 1. دونك هنا كما تلاحظون لدينا أعداد موجبة وأعداد سالبة. بالنسبة للأعداد السالبة هنا لدينا فقط ناقص 8، وبالنسبة للأعداد الموجبة سنحسبها. دونك 15 زائد 6 زائد 3 زائد 1 تساوي 25. الآن لكي نحصل على النتيجة النهائية يكفي الضغط على هذا الزر. دونك ناقص 8 زائد 25 هي 17. وكما قلت هذه برمجية تساعدنا في تقديم هذا الدرس، دونك الدرس المتعلق بالأعداد الصحيحة النسبية، وكذلك يمكن للتلميذ الاستفادة منها عن طريق التعلم الذاتي. دونك شكرا لكم، وإلى برمجية مقبلة بحول الله.